أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا مرة أخرى بجانب محكمة الاستئناف، دائما في ملف حمزة الشاب اللي عنده 23 عام وتقتل بواحد الطريقة جد بشعة، طريقة ما كنشوفوها غير في الحروب الأهلية ديال بعض الدول المتأخرة جدا. معنا سعيد أب حمزة. سي سعيد، كنجدو لك اخويا التعازي ديالنا في الشاب حمزه. اول سؤال ديالي يا سعيد، كيفاش تلقيتي الخبر ديال الوفاه ديال حمزه وفين كنتي في ديك اللحظه؟ خويا بحكم الخدمه ديالي انا تنعس بكري وتنفيق بكري على حساب كنمشي للمارشي تنخدم في واحد السوق، اذ بالمره عندي كتفيقني كتقول لي نوض ولدك قتلوه. شنقولك اخويا، دخت انا ديك الساعه ما عرفت ما نقدم ما نوخر ونخرج نجلس، ما هي هذيك زيت راسي باللي فيا ومشيت باش نطلع على ولدي. ايد بيا كنلقى جو تهاميده، مشيتي للسبيطار؟ السبيطار كنلقى جو تهاميده، ما اخويا شنقول لك، شفتي ولدك في ديك اللحظه؟ ما نقدرش نوصف لك اخويا داك الشعور ديالي. انا لحد الان دابا تقريبا شي عام وشي حاجه باش مات ولدي، انا ما مستوعبش هاد الفكره ديال ولدي مات. هو اللي عندك؟ هو اللي عندي، وعندي اختو من ثلاثي الصبغي، وكنت كنترجى فيه هو اللي غادي يقابلها، تنكون معايا بهكا كنتغدى ولا تنضحكوا ولا داكشي كنقول لي شوف ولدي هرداها السخط، اختك ما تفرطش فيها، حيت عارف انا بحكم الدنيا وقساوات الدنيا والظروف وداكشي ما بغيتش اختو تكرفص من ورايا، بغيت زعما هو يبقى واصي عليها. ايد بيا كانت فاجئ بولدي كيموت قبل من اختو. كيفاش كانت العلاقه ديالك مع حمزه؟ كيفاش كانت العلاقه ديال حمزه مع اختو؟ واش نقولك اخويا، كانت العلاقه ما بيني وبين ولدي بحال الخوت، بحكم كبرنا مع بعضياتنا. انا كانت عندي ديك 22 سنه والدري عندي اللي كان كيشوفو كيقول لي خوك، كبر معايا كانت علاقه زوينه، احترام، ما كاين زعما شي حاجه اللي، وعلاقته مع اختو راه ما غنوصفش لك هذيك العلاقه. حمزه وهو عنده 23 عام تزوج، شنو كانت خدمته؟ كانت خدمته كيبيع شريف الحوت في السوق معانا، وكان هو اللي زعما كيعول اختو، كانت خاصة شي حاجة كيعاون زعما بزاف، الله يرضي عليه والله يرحمه، الله يرحمه في الساعة. سعيد، أصعب مرحلة دوزتي الوفاة ديال حمزة هي ملي شفتي الفيديوهات، عاود ليا شنو اللي وقع ملي شفتي؟ واخويا انا كنشوف فيديو ديال شي اخ مغربي ولا شي حاجه كنتاثر، فما بالو كتشوف ولدك. مثلا انا كنت كنشوف داك الشيء اللي وقع لولدي في افلام ديال الصاو، كان افلام الخليع، ايد بيا كتشوف داك الشيء كيطبق على ولدي، كيفاش غنكون انا وكيفاش غادي يعني في واحد الحاله، لا ما نكذبش عليك، حيت كرفسوا لي على ولدي بزاف، ما ضربه ما جوج ما ثلاثه، واخا يكون الدري ما راش داير ليهم يعني، وكاع داك الشيء ما كايناش شي حاجه اللي غيخليهم يديروا داك الشيء لولدي يتكرفسوا عليه هكا. سعيد، بدات الاجراءات ديال البحث وديال، كيفاش شفتي الاجراءات؟ انت قلتي لي غير راضي على الاجراءات اللي كانت عند الامن. ما راضيش اخويا بلا بطريقه المعامله، لا زعما اختي انا اللي مضرور، خصهم يشدوا لي بخاطري ويطيبوا لي بخاطري وكا انت وهادي، وعندي بزاف تساؤلات. دابا ذاك المتصل ماشي هو مغطي على شي واحد، مغطي على اخوك حسب ما قال لي جمال، هاد الشيء اللي كاين، وبغيت نعرف انا، بغيت نعرف انا الجريمه كلها تتضح ليا. الدري جاي كيضربوا فيه من واحد البلاصه، شكون اللي عطاهم؟ منين جابوا المواس؟ المواس ماضين فين مداوهم؟ وكتعد
كيفاش ما تعاملوش معاك البوليس مزيان؟ شنو اللي داروا معاك؟ خويا الاولى قبل ما يضربوا ولدي قتلوه ضربوا جوج الناس، يعني الاول نقولوا ما فيها باس، الثاني خاصهم يتحركوا، هادوك خاصهم يدخلوا ما يبقوش يدوروا، حيت كيولوا كي خطر، علاش ربما خطر على الناس، يقدروا يضربوا واحد اخر، علم الله اللائحه عندهم هما داك الشيء اللي دايرين في دماغهم، شحال واحد غادي يضربوا. تقبطوا دابا الاطوار المحاكمه ساريه، شنو اللي بان لك انت؟ واش داك الشيء غادي هو هذاك؟ خويا لا ما بانش هو هذاك، حيت تفاصيل الجريمه باقي بزاف الحوايج ما واضحاش. فحالاش كاين واحد مول الموطور وعندنا فيديو كياكد بانه راه كان ما مشدودش، كاين واحد الشهيده كتبت الوقت اللي هشام برا راسه عاونته بانه ما كانش، والوقت اللي تلاح الفيديو ديك الساعه وثاني قالت لهم حق راه ماشي على ذاك النهار اللي غيموت فيه حمزه، ما كانش هشام، واحد النهار اللي ما كانش، يعني حتى هي فراسها العجب. تراجعت على الاقوال ديالها؟ تراجعت على الاقوال ديالها، حيت داك الشيء اللي نواتو هي ما مشاش هو هذا، بغات تبرا هشام ولكن باش تلاح الفيديو ولات كتخاف على راسها، مشات باش تهي تبرا راسها بان داك الشيء اللي هضرت عليه راه ماشي ذاك النهار، واحد النهار اخر. حتى هي باقا ما، ومع انني درت شكايه بها والوكيل عطى التعليمات ديالو للناس اللي في الولايه باش يخدموا، لحد الان ما جاوبونيش، هي شهرين وهي باقا كدور حداه. فين درتي الشكايه؟ الشكايه درتها هنا، دفعتها هنا للمحكمة الاستئناف، والوكيل الله يجازيه بخير عطى التعليمات ديالو باش يديروا يتشنطوا ليها، ما داروا ما تشنطوا ليها ما والو، لحد الان كدور قدام. ماشي كدور قدامك معناها راه ما تشنطوش ليها، انت ما مشيتيش سولتي واش تشنطوا ليها ولا لا؟ ما بقيتش رجعت عندهم بحكم المعامله اللي عاملوني، قال لك او واش حنا بغينا نبقاو مقابلينك عاد نخدموا معاك انت؟ شكون اللي قالها لك؟ قال لي واحد في الولايه في الامن ديال عين الشق مباشره. راه خصو يخدم معاك انت، انت راه مواطن. والطريقه دعقوني بالهضره بحيث وليت باغي نمشي انا، بحال كيقولوا لي سير اسمح في هذا الشيء، انت اش بغيتي بهذا الشيء؟ بطريقه غير مباشره. ما بغاونيش لا حول ولا قوة الا بالله، ما راعوش حتى واحد الانسان اللي فاقد ولده بطريقة بشعة. يعني عادي عندي ذاك الشيء، ما فهمتش انا لحد الان، انا مريض، مريض بهذا الشيء، كون يعطوني الاجوبة وذاك الشيء وكل ياخذ حقه ونرتاح. صافي انا ما مرتاحش في حياتي في العمل ديالي، ولدي كيفاق معايا كينعس معايا بحال هو تيسولني، تيقول لي ولدي ابا هذا باقي هذا باقي هذا باقي. يعني انا هذه هي الحاله اللي تنعيش فيها انا اليومين هذا، وما عمرني غنكون بخير حتى عند الله سبحانه وتعالى، لان راه ما شنو اللي غيخليك بخير اسا؟ حق ولدي يتخاد، انا بغيت حق ولدي، ما نظلم حد ما نتعدى على حد، اللي كان عنده يد في الجريمه ديال ولدي لا من بعيد ولا من قريب ياخذ الجزاء ديالو. صافي وغنرتاح انا، وتا ذاك الدري غادي يرتاح في قبره. شنو تبغي تقول لولدك اليوم؟ نبغي نقول لولدي ونقول له الله يرحمك، الله يرحمك والله يوسع عليك ضيقة القبور، الله يجعلك من أهل الجنة، وديما أنا تنقولها صباح عشية هذاك الشيء، بحال الروح ديال ولدي خرجت منه وسكنتني، بحال عايش معايا، يعني شو الحالة اللي وصلوني لها هما دوك الناس، لحد الآن بحال ولدي كنشوفه غادي معايا. كلمة صعيبة أن تقول الروح ديال ولدي خرجت منو سكنات فيا. لا مسألة، ما بقيتش كنبغي نهضر في المواضيع ديال ولدي باش ما نبقاش تفكر هادشي، مرت بهادشي، مرت الصراحه ما نكذبش عليك اخويا، ماشي تنقول هادشي باش تعاطف معايا الناس ولا شي حاجه، انا تنقول هادشي كذبش عليك. الله يحسن عوانك سعيد، الله يحسن عوانك اخويا، واحد اللي كيشوف ولده كيتقتل وكيشوف فيديوهات كتوثق القتل ديال ولده ما سهلاش، ما سهلاش على مجوسي، ما سهلاش عليه. كتشوف عام مغربي، حنا كاع مغاربه خوت، كتشوفو مسكين طبق عليه هذا الشيء راه كتاثر، حتى ديك الماكله ما كتبقاش تاكلها، تاكل بحيث تنسى، عاد باش داك الشيء يطبق على ولدك، ما صعيبه بزاف اخويا والله،
ما بغيتش انا شي اي اخ مغربي ما نبغيهاش ليه والله. وباش نشوف عاوتاني حق ولدي ماشي هو هذاك وتنتعاملوا معامله هادشي راه ما نكذبش عليك ما يتقبلوش العقل. وكل انسان عنده افكار في دماغه تيقول لا هاد الناس ما داروش معايا نمشي ندير بطريق شي الخاصه. انا تانا حق ولدي ناخذ كاع اللي كنادين نجبدهم حق ولدي ناخذ ليه من عينه. رسالتك للمسؤولين اللي واقفين على هذا الملف. اخويا يخدموا معايا الله يرحم بها الوالدين يخدموا معايا يجيبوا لي حق ولدي صافي ما تنطلب حتى شي حاجه. حق ولدي اللي عنده شي علاقه بالموت ديال ولدي يحضر صافي هادشي هو اللي تنطلب. وتفاصيل الجريمه من اللي جايين كيضربوا عندك اخويا واحد جوج فيديوهات حيت هاد الفيديوهات على اللي شدينا حنا كاينين فيديوهات اخرين خداهم هما علاش ما نشوفهمش تانا ونعرفو حيت جايين كيضربوا فيه. مثلا قلتي كاين الحمام وحنا كنسكنوا ورا الدريبه ديال الحمام الدري تخدى العصا تبارك الله ولدي كان بنيه صبر مسكين وغادي وما رحموش يعني حتى داك مول الموطور يقول لهم زقاو صافي ضربتوا هاد جوج ضربات حيدوا لا بقاو حتى كملوا داك الشيء اللي بداو. حتى جا مسكين حدا الدار بغى يدخل لقى الباب مسدود طاح مسكين ميت ومع ذلك ما رحموش كيدير بيدوك صافي كيقول المثل اللي غلب يعف. لا قوه الا بالله. اعزائي المشاهدين سمعتوا تفاصيل اخرى من عند سعيد تفاصيل ديال الاحساس ديال سعيد كاب ملي كيشوف ولده ميت بواحد الطريقه بشعه كيشوف ولده وهو جثة هامدة كيشوف ماشي ولده خوه وصاحبه وهو الوحيد اللي كيملك في الدنيا هو والأخت ديالو. فغنقولوا الله يحسن عوانه الله يحسن عوانه. كنورجوا رسالة للأمن رسالة للأمن ديال عين الشق لو كان دارت الخدمة ملي هاد الناس بداوا الإجرام ديالهم ضربوا الاول وضربوا الثاني ما غنوصلوش لجريمه قتل ما غنوصلوش للمقتل ديال حمزه رغم انه هو مكتاب ديال الله عز وجل هو كتاب مسطر لحمزه امتى غيتزاد امتى غيموت والطريقه اللي غيموت بها. ولكن كتبقى علامه استفهام علاش جرائم بحال هذه ديال الضرب والجرح ما نقلبوش على مواليها كما كنقلبوا عليهم ملي تيكونوا قاتلين. فملي كتوقع جريمه قتل كنبداو نقلبوا في السماء والارض على القاتل. ولكن ملي كتكون جريمه ديال الضرب والجرح كنديروا مذكره بحث وماشي مشكل تلقوه. كنتمنى من الله عز وجل كنتمنى السي عبد اللطيف الحموشي انه التقط الرساله ديال جمال عم الضحية اللي كيترجى أن تكون هناك فرق خاصة بالجرائم للتحقيق في الجرائم بعيدة كل البعد عن الدوائر اللي هما فيها. هذه إشارة قوية من مغربي اللي حس بالظلم في الملف ديال ولد خوه. أعزائي المشاهدين نوجه شكر خاص لمقهى ديكاس اللي كتوفر لينا فين ما كنجيو الاجواء فين كنسجلوا. كان معكم في التعليق الحراب عبد الكبير وراء الكاميرا عفاف عبد القادر. الى اللقاء.